إذن نحن اليوم نحضر للقاء أو اليوم الدراسي من تنظيم الأستاذة نبيلة منيب نائبة البرلمانية. الغاية منه وهو محاولة طرح مسألة التعليم للنقاش العمومي، وخصوصا أن أزمة التعليم اليوم في المغرب هي أزمة بنيوية وهيكلية. نقول أن أزمة بنيوية لأنها تمس البنية المادية ثم تمس البنية المعنوية، وهيكلية على مستوى التنظيم العام للمنهاج الدراسي، على مستوى التنظيم لمرافق ثم الإدارية وغير ذلك للتعليم. إذن فمسألة التعليم في الحقيقة هي مسألة ليست حديثة اليوم، ولكن يمكن أن نقول اليوم النقطة التي أفضت الكأس، وهو مسألة إصلاح النظام الأساسي، والذي يأتي بعد تقريبا أكثر من 10 أو 20 تقريبا سنة على ما أعتقد. وهذا النظام الأساسي هو الإطار العام المنظم للمهنة بالنسبة للشغالات التعليمية، وهذه مسألة النضالات الأساسية اليوم هي النقطة التي أفضت الكأس، لأن طيلة هذه المسار من الإصلاحات والتي تعاقبت عليها حكومات كثيرة كانت هناك إصلاحات، إلى أن هذه الإصلاحات كانت دائما جزئية وليست في إطار نظرة شمولية وليس في إطار سياسة عامة من أجل النهوض بالتربية والتعليم، وخصوصا النهوض بالمدرسة العمومية. كل الحركات الوطنية أو الأحزاب الوطنية التقدمية ونحن جزءا منها طيلة هذه السنوات، وأيضا الفاعلين السياسيين والفاعلين التربويين والباحثين والمفكرين وكل النخبة الوطنية في المغرب والمثقفين كانوا يطالبون منذ سنوات بضرورة الالتفات إلى قطاع التربية والتعليم وضرورة النهوض بهذا القطاع، وخصوصا في إعادة بناء المدرسة العمومية. للأسف وجدنا بأن الإصلاحات التي كانت تنكب عليها الحكومات السابقة المتعاقبة هي إصلاحات جزئية وليست إصلاح شمولي، ولهذا فإننا اليوم وجدنا أنفسنا أمام عدة فئات وعدة فئات متضررة، عدة فئات سقطت ضحايا لإصلاحات متوالية، وهذه الفئات لم تكن قادرة لم تستطع تلك الإصلاحات أن تستوعب مطالبها. فإننا اليوم نجد أن هناك كثير من التنسيقيات إضافة إلى النقابات إضافة إلى هيئات أخرى حقوقية ومدنية تطالب بضرورة إنصافها. ما هو المطلوب اليوم؟ ونحن وقد وصلنا إلى 3 أشهر من الإضرابات المتوالية، وما تزال الثقة غير متبادلة ما بين الحكومة وما بين الشغلة التعليمية. ويمكن أن نطرح سؤالا، لماذا وصلنا إلى هذا اليوم؟ هل كان مشكل إصلاح فقط؟ بل كان مشكل أيضا في التواصل، وأيضا هنا نقول أزمة هيكلية، لأن على المستوى الهياكل أو على المستوى المؤسسات التي هي قادرة على استيعاب فعلا هذه الأزمة، قادرة فعلا على استيعاب هذه الأزمة، وقادرة فعلا على عدم الوصول إلى الأزمة، إلى الترقب إلى ما يمكن أن يقعه، فهناك أزمة في طبيعة هذه المؤسسات، وهي مؤسسات الوساطة. وهذه المؤسسات الوساطة عليها علامات استفهام اليوم، عدة أسئلة من أجل مراجعة آلية اشتغالها، كما أن على الحكومة أيضا أن تراجع آلية اشتغالها وأن تضع مسألة التعليم كأولوية كما تبنت السياسة العامة للدولة، وينبغي أن تفكر في إشكال تنزيل هذه الأولوية ليس عبر إصلاحات جزئية ولكن عبر منظور شمولي. ما هي المقاربة التي تعتمدها الدولة في دائما؟ وهي المقاربة ديال محاولة إيجاد إصلاحات ترقيعية ومحاولة إرضاء بعض المطالب، أو أحيانا تبخيص مسألة مطالب رجال التعليم في مسائل مادية، زيادات في أجور وغير ذلك، وهذا نوع من التضليل للرأي العام، لأن مسألة زيادة في الأجور أو غير ذلك هذا حق لا من حقوق الشغيلة التعليمية، بل هي حق من الطبقات العاملة بكاملها أن تطالب بزيادة في الأجور مع تطور نمو الاقتصادي في المجتمع، ومع تطور أيضا الحاجات الاجتماعية للفئات المغربية أو المواطنين المغاربة. ولكن أن يتم تبخيص واختزال هذا المطلب في هذه الجزئية، فهذا نوع من المس أيضا إهانة أو الإدلال أو نوع من المس بكرامة رجل التعليم، وأيضا الإساءة إلى المدرسة العمومية. نعم، الحلول المطروحة اليوم، ما نقترح الحلول؟ أولا ينبغي رفع منطق الوصاية والمراقبة والمعاقبة. نحن نعتبر أن الاقتطاعات التي تمت في حق رجال التعليم الآن أو الشغيلة التعليمية هو عبارة عن عقاب جماعي،
وغير قانوني، واقول عقاب جماعي بمعنى عقاب جماعي بالمعنى ديالو السلبي وليس بمعنى الايجابي، لان ليس في العقاب الجماعي اي معنى ايجابي. هذا النوع من العقاب الجماعي هو نوع من اشكال الردع ونوع من منطق ديال الاكراه ومنطق ديال المراقبه والمعاقبه، بمعنى محاوله تعامل مع الشغيله التعليميه بي 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 بالمس في امنها الاجتماعي ومس جيبها ومس قوتها اليومي. نحن نقول هل هؤلاء مطالبهم مشروعه ام غير مشروعه؟ إذا كانت مطالب مشروعة فلا ينبغي أبدا أن يتم التعامل معهم بهذا المنطق الذي هو منطق الإقصاء ومنطق القمع ومنطق الوصاية ومنطق المراقبة والمعاقبة. المطلوب اليوم إيقاف قطاعات الأساسيدة، إيقافها، بل هذا ليس فقط قطاعات التوقيفات. التوقيفات، أنا أتحدث عن التوقيفات والاقتطاعات. أولا التوقيفات توقيفات غير قانونية وغير صحيحة وغير مشروعة، وهي أيضا شكل من أشكال التعسف وشكل من أشكال المنطق الوصاية والمراقبة والمعاقبة. أولا إعادة الأساسدة الذين تم توقيفهم، هذا أول مطلب الذي ينبغي أن يتحقق من أجل وجود نوع من فراج في الأزمة أو نوع من الخروج من هذه الأزمة. الخروج من الأزمة يقتضي بتبادل النوايا الحسنة. أولا إعادة الأساسدة الموقوفين، ثانيا استرجاع المستحقات الأساسدة، استرجاع مستحقات الأساسدة، لأن الأساسدة خاضوا إضرابات علنية ببيانات واضحة. نناقش مسألة مؤسسات غير ذلك تنسيقيات، حيث هناك أغلبية وقد كان هناك إضراب بأغلبية، بإضراب بمعنى ناجح بفئات عريضة جدا، فهذا يفرض نفسه معنويا ورمزيا على أنه إضراب. ينبغي فتح حوار وينبغي استرجاع المستحقات الأساسيدة. لا يعقل، لا يعقل أبدا أن يتم استنزاف الأساسيدة ماديا من أجل إعادتهم إلى المدرسة، لأننا لا نريد أن يعود الأستاذ إلى القسم محبطا ومهانا في كرامته ومدلولا. نحن لا نريد أن ندفع بالأستاذ في حالة ذل أو في حالة كرامة، في حالة انعدام كرامة أو في حالة إهانة، من أجل أن يدرس المغاربة قيم الوطنية وقيم الحق وقيم التضحية والتضحية من أجل الوطن. لا يكون التضحية إلا بناء على الاعتزاز بالنفس. لا يمكن أن يعود الأستاذ إلى القسم وهو يشعر بالإدلال، لا يمكن أبدا. ينبغي أن نفكر تفكيرا عميقا في أن الأستاذ هو الذي يبني المجتمع، هو الذي يبني المدرسة، هو الذي يبني الأجيال القادمة الناشئة القادمة. والمغرب اليوم ومغرب الغد ومغرب دائما يحتاج إلى هؤلاء الناشئة، يحتاج إلى أبناء الغد يتمتعون بالشجاعة ويتمتعون بروح التضحية ويتمتعون أيضا بالاعتزاز بكرامتهم والثقة بالنفس. وأخيرا نقول لا بد أن تفكر الدولة رغم مجهوداتها التي تبدوها الآن ورغم أشكال الحوار المستمر كذا، أن تعزز المسار الديمقراطي ببناء الثقة وجسور الثقة تنبني على شيئين أساسيين، المصداقية والوضوح. الوضوح والمصداقية يعني النزاهة والشفافية. النزاهة والشفافية هي الأسس التي نبني بها حوار ديمقراطي إيجابي فعال، وهؤلاء الأساسدة لا يمكن أن نزايد عليهم لا بالوطنية ولا بأي شيء، هم وطنيون ولا يمكن أن تكون الوطنية أو شعار الوطنية للمزايدة. هم يريدون لأبناء الوطن الخير كما يريدون نحن نريد لشغلتنا التعليمية ولأساتذتنا كل الخير، كما نريد لبلادنا الخير ونريد للمغاربة وأسرهم جميعا المستقبلا ظاهرا في مغرب الغد. وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.